حضرتك قلت لي على ثنيات الوداع، الثنيه هي الشق او الطريق المشقوق في الجبل. نعم. وده اسم لمكان عند مدخل مدينه سيدنا النبي المدينه المنوره لتوديع المسافرين. طلع البدر علينا ما دعا لله داع، وييجوا يقولوا ان احنا عند ثنيات الوداع. نعم. ثنيات الوداع ده مكان كده في مدخل المدينه المنوره. وسبحان الله احنا عندنا المدينه المنوره كمان هي أنارة سيدنا النبي، نهى عن إنها يثرب، كانت اسمها يثرب أول ما قدم، قال لأ، نهى النبي عن يثرب لما في هذا المصطلح من التثريب والإفساد، إن هي اسم مش لطيف، وأمر أن تسمى بالمدينة، وكل من سكنها بعد كده أضاف لها كلمة المنورة. سبب إضافة المنورة فهي المدينة بتسمية رسول الله، وهي المنورة التي أنارت بقدوم رسول الله. آخر لقطة لما النبي فتح مكة وميز بعض المهاجرين بالثروات لأن سابوا بيوتهم، فالأنصار بكوا قالوا بس ده رجع بيته وخلاص هيسيبنا، وإحنا وظيفتنا معاه انتهت، وقفنا معاه وقوينا الدعوة وخلاص، هو هي مش هيميل لينا. فالنبي عرف الخبر راح له، وقف يخطب. بص يا أستاذ أحمد قال إيه، قال أيها الناس بلغني كذا وكذا، انتوا زعلانين علشان شويه الفلوس اللي راحوا لاصحابهم يعني رجعوا لهم وتميزوا عليكم، اما تودون ان يعود الناس بالدينار والدرهم وتعودون برسول الله في رحالكم؟ فهللوا وكبروا لانه قرر ان يموت بالمدينه. ولذلك من اجمل احاديث النبي ايه، ايها الناس من استطاع منكم ان يمد بالمدينه فليمد، فان من مات بالمدينه كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامه.